وسط مدينة دوما، كما نشاهد كل معالم المدينة المدمرة بالكامل، حتى الطرقات أصبحت غير سالكة للحياة. عملت قوات الأسد والقوات الروسية والقوات الإيرانية منذ بدء الهجمة منذ تقريبا نحو شهر كامل إلى قصف كل معالم الحياة كاملا، حتى المساجد التي تم العمل على تدميرها والمحلات والأسواق. وكما نشاهد هنا في الحارات، كلها حارات سكنية بحتة، منازل شعبية أصلا لا تحتمل الصواريخ الفراغية والتدميرية، إنما هي منازل جدا يعني بسيطة وشعبية. حتى هنا يعني لنلاحظ مآثر يعني بقايا الحياة، هنا يوجد كباس للمياه يتم إخراج به المياه بشكل يدوي، يعني صورة تضعنا عن وضع الحياة في هذه المنطقة البسيطة الشعبية. رغم ذلك لم تسلم هذه المنطقة، هنا محلات لمدنيين تم قطع أرزاقهم كاملا، تدمير البنية التحتية، كما نشاهد قام عمل الطيران الحربي على تدمير البنية التحتية لمدينة دوما. طبعا السبب بذلك هو لقطع أي أمل بالبقاء، يعني لإجبار السكان على الخروج بعد تدمير المدينة كاملا، لكي لا يبقى للمدنيين أي خيار سوى الخروج من مدينتهم ومن مدنهم وبلداتهم في الغوطة، لكي تبقى الغوطة رهينة تحت سلطة هؤلاء الغزاة. طبعا لو تحدثنا عن أمر هام جدا وهو في مدينة دوما، الآن يعني في هذا اليوم في الشهر الأخير كان يوجد عدد السكان تقريبا 25,000 عائلة في المدينة لوحدها. بعد الحملة الأخيرة التي شنتها روسيا وإيران والأسد على مدن وبلدات الغوطة، واستطاعوا احتلال بلدات واسعة من أوتايا إلى حزرمة إلى النشابية إلى مزارع دوما، استطاعوا التوغل لها مسرابة، الريحان، مناطق المرج، حتى النشابية، حتى الشيفونية، حتى مناطق في أطراف مديرة ومسرابة. كل هؤلاء القاطنين في هذه المنطقة نزحوا وهرعوا إلى مدينة دوما، ليس لسبب آخر وإنما لمدينة لأنها كبيرة واسعة بخلاف البلدات التي يعني هي قرى صغيرة لا تحتمل هجمة عسكرية. نزحوا لها. اليوم يوجد في مدينة دوما لوحدها في الغوطة بالحد الأدنى 180,000 نسمة، يعني نحن أمام نصف العدد السكان في الغوطة هو اليوم في مدينة دوما المدمرة كما نشاهد. فتخيل أين يقطن المدنيين وأين يقطن يعني هؤلاء في ظل هذا الدمار. فهم يقطنون في أماكن غير مجهزة، غير صالحة للسكن والعيش البشري صراحة، يعني يسكنون في مناطق هي خطيرة للغاية، تتعرض للقصف المستمر. ولكن يعني كما نشاهد تستمر الحملة العسكرية على الغوطة. خرج علينا قرارات مجلس أمن واستنكارات وغيره، كل هذه القرارات لن تغير، يعني هذه هي نتائج قرارات دعنا نقول مجلس الأمن. هذا الدمار بمجمله والحالة المأساوية بمجملها كانت بعد قرار مجلس الأمن الذي خرج فيه. نحن كما نشاهد هذه يعني أغنام تعرضت للقصف بمجملها وأغلبها، ويعني حتى الأغنام وحتى الحيوانات والدواب لم تسلم من قصف روسيا والأسد وإيران. كل شيء مدمر صراحة، كل شيء، ممتلكات المدنيين، السيارات، المحلات، المنازل، الأغنام، الطرقات، البنية التحتية، حتى الصرف وغيره، وكل ذلك عملت قوات الأسد على تدميرها. الآن سندخل إلى منطقة هي سكنية بالمجمل ولكنها قد تحولت إلى كتلة من الدمار. يعني هنا هذه المنطقة اليوم هي فارغة من السكان لأنه لا يوجد منزل لم يتعرض إلى القصف. الطيران الحربي الآن يقصف الطيران الحربي التابع لنظام الأسد بالغالب، يشن الغارات. بالتأكيد بعده يأتي الطيران الروسي، لأن الطيران الروسي دائما لا يترك الطيران الحربي للأسد لوحده، وإنما 70% من الغارات التي تم شنها على الغوطة هي بفعل الطيران الحربي الروسي، و30% بفعل طيران الأسد. طيران الحربي المروحي طبعا لطيران الأسد تابع. هذا مسجد آخر غير المسجد الذي قمنا بتصويره منذ قليل، أيضا مدمر بالكامل خارج عن الخدمة، هو والمنازل المحيطة به. يعني ليس فقط على تدمير المنازل والمساجد،
إنما تدمير شامل لكل أشكال الحياة ولكل ما يملكه المدنيين من منازل ومن مقدرات ومن سيارات ومن بنية تحتية في المدن، تدميرها بشكل كامل وإخراجها عن الحياة. اليوم مثلا هذا المسجد تم قصفه ببرميل متفجر، لم يصب المسجد، هو يريد أن يصيب المسجد. طبعا البرميل قصف عشوائي، استهدف المسجد على بعد 50 متر، دمر 30 أو 40 شقة سكنية ومنزل، أعاد الكرة، دمر الحارة التي في خلفه، أعاد الكرة، أصاب المسجد، أعاد الكرة، قصف المنازل الذي حوله. نقف هنا في وسط الغوطة، كل هذه المناطق التي نشاهدها هي بعيدة كل البعد عن الجبهات، لا يوجد لها أي تماس مع الجبهات، يعني يتم قصفها بشكل يعني بشكل مباشر وضمن خطة يعمل عليها نظام الأسد وروسيا في قصف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالسكان. يعني هذه منطقة ذات كثافة سكانية عالية جدا، كل هذه المنازل التي نشاهدها في الصورة منذ قبل هذه الحملة بأسبوع كانت كلها يقطن بها مئات العائلات، مئات العائلات، كل هذه المنازل، في كل باب هناك عيلة أو عيلتين في كل باب. فتخيلوا المشهد، أن هؤلاء الآن ربما البعض بالمناسبة رفض، رغم أن ربما قصفت المنطقة المجاورة له، ولكن لا يوجد عنده أي خيار، لا يوجد أي منطقة، يعني إذا طلع من بيته لح يفترش الطرقات أو المحلات، فبقي بيته أمن، هو قاعد يعني خلص مسلم أمره لله ولقدره وما عنده مشكلة. حتى يعني هنا بنشاهد كتلة دمار هائلة، هكذا الغوطة اليوم. هنا أحد المناطق التي تم تدميرها وذكرناها سابقا، تدمير البنية التحتية كاملا وتدمير الطرقات، يعني أصبح الطريق غير سالك، مدمر بالكامل، وحتى البنية التحتية عملت القوات الروسية وقوات الأسد والقوات الإيرانية أيضا على تدميرها. هنا سقط أحد البراميل المتفجرة من الطيران المروحي مسجد، منطقة سكنية واسعة وكبيرة جدا، كل المنطقة مدمرة خارج عن الخدمة. هنا يوجد في هذه المنطقة عشرات يعني العائلات، بل مئات العائلات. هذه المنطقة تمتد إلى مساحات شاسعة من المنازل الشعبية البسيطة، ولكن رغم ذلك لم تترك القوات الروسية ولا قوات الأسد هذه المناطق التي عملت على تدميرها بالكامل. كما نشاهد الآن هذه المنطقة مدمرة، لا يوجد أي ملامح للحياة بها، كل ما عدا ذلك تم تدميره. هنا عدد كبير من الشهداء والجرحى في صف المدنيين، ولكن تحاول يعني قوات الأسد إلى الآن تدمير المزيد من المناطق، التدمير والتدمير والتدمير والقتل، لا يوجد إلا تدمير والقتل. كل المناطق التي قمنا بتصويرها في الأيام السابقة والتي الآن سنعمل على نشرها هي مناطق مدنية بحتة، مناطق مدنية بعيدة كل البعد عن الجبهات، لا يوجد بينها وبين الجبهات أي تماس، بل أن الجبهات تبعد عنها كيلوات المترات، هي في وسط الغوطة. رغم ذلك كانت هدف مباشر للطيران الحربي والطيران المروحي الذي لا يزال إلى تاريخ اليوم يدمر ويقصف ويستمر بالمجازر واستخدام كافة أنواع الأسلحة شاملة. منذ شهر إلى الآن يتم قصفها بكافة أنواع الصواريخ، حتى الكيماوي منها وحتى البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية، لتدمير مدن الآمنين. منذ بدء هذه الحملة منذ شهر إلى الآن استشهد نحو 1500 مدني وأكثر من 8000 جريح من المدنيين، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء. الوضع في الغوطة هو وضع سيء للغاية بجميع الجوانب. إلى الآن لم تقم يعني الأمم المتحدة أو أي أحد بالتخفيف من قتل المدنيين، القتل مستمر كما نشاهد نحن هنا في منطقة سكنية بحتة لا يوجد بها أي تماس مع أي جبهات، ولكن تم تدميرها ومسحها بالكامل. هنا مئات الأبنية، هنا مثلا عائلة كاملة كانت تحت الأنقاض، أحد المزارعين هو وأبقاره وأغنامه استشهدوا بالكامل، مدينة مدمرة، تم تدمير البنية التحتية، تدمير كل ملامح الحياة. نحن هنا في وسط مدينة دوما كما نشاهد كل
الموجود حولنا مدمر بالكامل وخارج عن الخدمة. هذا ما عملت عليه قوات الأسد والقوات الإيرانية والقوات الروسية في تدمير أي أمل لهؤلاء المدنيين في البقاء في مدنهم مهما جرى. ولذلك هي تقوم بتدمير شامل للبنية التحتية، للمنازل، للطرقات، حتى الطرقات تم تدميرها، وهناك شوارع بأكملها خرجت عن الخدمة. الوضع مأساوي وهستيري، ولكن المشكلة بمن ترك هؤلاء لهكذا إبادة وهكذا محرقة. كان معكم من وسط الغوطة الشرقية يوسف البستاني.